ومحطتنا الأولى لليوم فنية بامتياز مع فنانة تشكيلية مع طاقة بأسلوبها يلي بينتمي للفن النسيجي يلي ظهر بفرنسا بالربع الثاني من القرن العشرين، وبمجمل لوحاتها تمزج بين العمل النسيجي التقليدي ولمسات وخيوط من الخيال، كما أنه هي بتدرس مادة الرسم وإعادة التدوير واستخدام الخيوط في اللوحات، بالإضافة لتصميم الأزياء المسرحية وأيضا كتير من الأعمال يلي بتحمل بصمة خاصة بالفنانة حياة صقر، مرورا بالعديد من المشاركات بمعارض فردية محلية ومشاركات عالمية، بالإضافة لمشروعها الخاص بالعلاج عن طريق الفن. خلونا نرحب بالفنانة حياة صقر ونحكي أكثر عن تفاصيل الفن مع حضرتك. صباح الخير. صباح النور. يسعد صباحك. يسعد صباحك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. بالبداية ست حياة، خلينا نحكي عن معرضك الأخير خيط، نحكي عنه شو كان بيتضمن، كيف كانت التحضيرات له؟ معرض الخيط هو كانت فكرة أنه أنا أخرج عن المألوف، يعني هو معنى تحريك الساكن يعني، والفنان له الحق بإقامة أي تجربة يعني. صحيح. بالنسبة لي الخيط حاضر من بداية حياتي، يعني من أنا كتير صغيرة كنت أحتاجه بحياتي لصناعة دمى، صناعة تياب. أنا اشتغلت بعمر مبكر جدا بتصميم الأزياء، لكن معرض خيط إجا هو نتيجة تراكم طبعا يعني. وهي الخامي يعني إلى كتير محبي جواتي، فمنحت أنا كتير محبي واحترام، فحتى منحتني أسراره، عشان هيك في نتيجة كتير بالنسبة إلي محبب يعني. كان بالنسبة إلي هذا الهروب نحو الطمأنينة، نحو السعادة، مكان أكثر ثقة. فالحقيقة منحتني كتير حرية وخلتني يعني اخرج عن قيد الضروره. نعم. حياتها يعني لما بنحكي عن الفن بنحكي عن الروح الحساسه، الروح المعطاءه، دائما اي حدا فنان بيتميز بصفات خاصه، ولكن خلينا ننتقل الى التدريس، اي حدا حابب يتعلم حضرتك كمدرسه ايضا، اذا ما كان بيمتلك صفات خاصه يمكن من هو وصغير شيء جواته يعنى بالفن بكافه اطياف انواع، عفوا بكافه انواع الفن، خلينا نحكي بيقدر يمشي بمجال الفن ولا لا في صعوبه بيكون؟ هلا بالنسبه للتدريس نحن عندنا طفل موهوب وطفل مش موهوب يعني، لكن احيانا بالتحريض في طفل بيتعلم يعني. صحيح. مثل اللغه، انت لما بتعلمي قواعد اللغه بس ممكن ما يطلع عندك شاعر وما يطلع عندك كاتب. بالفن نفس الشيء، ممكن نعلم قواعد رسم بس ممكن ما يطلع فنان، بس بالفطره في شخص عنده هي الموهبه، نحن بنحرضها احيانا واحيانا تطلع هي بقوه بدون تحريض يعني. فكان انا عندي بهمني كانت المشاركه كطالب، انه يشارك يكون مشارك فقط يعني. أستاذ حياة، اتجهتي للفن النسيجي، يعني كمان فينا نقول قريب من الخيط كمان بطريقة فنية بتعبر عن فنك، خليني نحكي عن الفن النسيجي وكيف مثلا بتلاقيه مختلف أو هو كمان حالة فنية بتعبري من خلاله. يعني مثل ما حكيت الفنان له الحق بممارسة كل التجارب. صحيح. دائما في خامي صديقة بتكون عند الفنان. أنا بالنسبة إلى الخيط عشان هيك تسيد بشغلي يعني. وانا منحته كل هذا الحب، منحت الحريه لهذا الخيط، وهو نفس الشيء كمان منحني الحريه انه انا يعني كان يقودني الحقيقه يعني. كنت بعيده عن نظريات اكاديميه يعني. حاولت اعمل شيء بخصني مختلف. إلي. صحيح. يعني خاص بذاتي بشخصيتي يعني. فاعمالي كانت هي تعبير عن اللحظه اللي انا كنت عم اعيش فيها يعني. عشان هيك احيانا بتشوفي يمكن بالعيون عم نتابع بعض من لوحاتك. صحيح. العيون القلقة، العيون اللي عم فيها شعور بالألم، فشعور بالغربة، فهي كانت يعني هي مش خارج الزمان والمكان، هي بتعبر عن من البيئة الواقع. يعني صحيح. أكيد. فهون بتشوفي انه هو انعكاس لاشياء ذاتيه جواتي. نعم. ست حياة، اتجهتي ايضا بالمعالجه من خلال الفن، خلينا نحكي كيف يعني؟ طريقة العلاج وكيف لمستي الردات الفعل؟
انا يعني كنت مهتمه من الاساس وانا بمرحله التدريس، يعني بتعامل لاني بتعامل بحب مع هي الماده، فكنت ابحث كثير عن اشياء، لاحظ في تاثير ماده الرسم على الطالب اذا كان هو عنده فرط نشاط او عنده قلق عنده شيء، فكنت احس انه ممارسه الرسم كانت لها تاثير. يعني الاهالي نفس الشيء كانوا يخبروني انه الرسم عم بيأثر ايجابيا على، فكانوا انه بدهم اكثر استمراريه اكثر، فانا كان عندي مركز خاص وكنت من خلاله يعني اقدر اعمل شيء مع هدول الطلاب اللي كانوا يجوا لعندي على المرسم. طورت شغلي، سافرت خارج سوريا كمان، عملت ورشات عمل بالدنمارك بالمانيا ببولونيا، كان طبعا حقيقه يعني حصلت على فائده بهذا الموضوع. رجعت كان في تطبيق الى هون يعني بالشام بسوريا، فهذا الشيء كان مهم حقيقه، ما كان في مش متداول يعني الناس ما عندها ثقافه حول فكره العلاج عن طريق الفن، لكن بالممارسه بتاثير هذا الشغل على الاطفال اللي كانوا يجوا عندي حتى كبار، يعني ما اقتصرت على اطفال، كان عندي ناس من عمر يعني سنتين او اكثر لعمر 80 سنه، فكانت تتجي على المركز الحقيقه كان في نتائج، لانه شعروا اول شيء هو كان في شعور بالسعاده، شعور بالامان، حسوا انهم عم يتاثروا ايجابيا بهذا بالرسم. في ناس ما كانت بحياتها ماسكه قلم او شاغله رسم، فحست انه بشعور كثير لطيف يعني، وحرك الطفل اللي جواتهم. نحن لما بنمنح احترام لهذا الشعور الطفولي يعني كثير بنشعر بحالات كثير حلوه بحياتنا، بس للاسف الظرف اللي نحن عشناه خلى الناس كثير تعيش بقسوة بس يمكن هي يعني هي اهم نقطة، لانه نحن عم نعيش اساسا بظرف استثنائي، 10 سنوات من الحرب اصقلت الكبير قبل الصغير، فمعالجة بالفن هون مهمة، يعني هون إلى وقع اكبر، هون إلى اثر اكبر في حياة الاشخاص. ونحن بنعرف الرسم، يعني كل الاخصاء بعلم النفس بيقولوا لك الرسم من اهم النشاطات يمكن اللي بيعبر فيها الطفل عن داخله ومكنوناته، وكمان إلى اثر كبير عند الكبار. نحن حاليا يعني اذا بقول لك من اكثر الناس عنا عوز لممارسه الفن، فهذا شيء حقيقي، لانه الفن حق من ابسط حقوقنا، يعني هو بالغريزي يعني صحيح. مساله بقاء الشعوب اللي بتمارس فن هي شعوب متوازنه، شعوب عندها يعني صحيا اكثر، بتلاحظ عندها صحه نفسيه اكثر، فمشان هيك يعني انا كنت اعمل يعمل للناس اللي عم تجي تشتغل، مو شرط لازم تشتغل فن صحيح. او موهوبي، بس تمارس على القليل هذا الخط اللي عم تعمليه هو له قيمه يعني، فكان يشعر بالسعاده، وحقيقه كان لمس انه الطفل اللي حتى كان ما عنده مثلا مقصر ببعض المواد اللغه العربيه او الرياضيات كان يشعر بانه هو عنده نشاط ذهني اكبر يعني، فممارسه الفن كمان بخلي دماغ الطفل اكثر سعاده واكثر نشاط من طفل ما بمارسه. نعم، خلينا كمان نحكي عن إعادة التدوير، كمان إعادة التدوير في نوع من تفريغ الطاقة، في نوع كمان من يمكن التفكير إنه كيف بدنا نزبط هاي القطعة، كيف بدنا نعمل إعادة تدوير، شو عنا أغراض نحن بدنا نحتفظ فيها، كتير تفاصيل بتشغلنا بإعادة التدوير. قديش اليوم مهم إنه نحافظ على أغراضنا بباكيج جديد، يعني نعمل شيء جديد يعني بهمنا إلنا، إن كان بالإكسسوارات، إن كان باللوحات، إن كان بتيابنا، إن كان بكل شيء. هلا بالفهم بتحس انه كل شيء فيه له وظيفه، يعني اذا انت قدرت توظف يعني هي الاشياء بطريقه صحيحه فممكن عين الفنان احيانا بتختلف وايده يعني، لكن انا بحس كل شخص عنده قدره على توظيف حاله معينه، او الحاله الابتكاريه يعني هي حاله كثير جميله بحياتك، لما انت بتوجه عقلك بهذا الاتجاه بصير تشوف، يعني تشوف مثلا هذا الكاس اللي قدامك شو ممكن يطلع منها، هي قطعه القماش شو ممكن، فالحياه بتعمل صراع يعني. وانا مع انه الانسان يعني يشتغل بالفن بكل اشكاله، مو شرط بس يجي يرسم لوحه يعني، فنحن بحاجه يعني بحاجه حقيقيه انه نحن نشتغل اعاده تدوير، لانه هذا الموضوع ما أنا مكلف جدا يعني، بظرف ممكن ما يكون في مجال انك انت تشتري الوان او تعمل لوحه، فممكن يكون عندك حتى اعاده تدوير على صعيد الملابس، نحن اشتغلنا انه تحديث الملابس، ممكن ملابس قديمه نحدثها بحيث انه تصير مناسبه للوقت الحالي يعني، ففي صبايا اشتغلوا على موضوع
يعني اشتغلنا على موضوع انه نحن الازياء القديمه نعملها كثير حاليا تلبس بهذا الوقت يعني. طيب خلينا بما انه عم نحكي عن اعاده التدوير اللي هي اساسا جزء كمان مثل ما قلتي من عملك، وكيف فينا نعيد تدوير لباس ممكن او اشياء ثانيه عن العمل المسرحي والازياء المسرحيه كمان الى علاقه، خلينا نحكي عن هي التجربه. لما نقول ازياء مسرحيه بنعرف قديش هي مختلفه عن الازياء العاديه، في فيها كثير تفاصيل وفيها كثير شغل وفيها كثير تعب ومجهود. اليوم حقيقه انا اكثر شيء استمتعت بالعمل بالمسرح يعني كان ممتع بالنسبه لي، وحسيت كثير لا هو اجى بالصدفه بس كان يعني كان صدفه بالنسبه لي، هو نتيجه حالي تراكميه اكيد يعني. انا كنت بشتغل من مرحله مبكره، لكن العمل المسرحي كان هي اول تجربه بالنسبه لي. اشتغلت مع مخرجه فرنسيه كانت هي عم تشتغل على كيف يقرا الفرنسيون مسرح صاد الله والموس. فمسرحيه جثه على الرصيف الحقيقه لما قرات المسرحيه وكنت عم اشتغل مع الممثلين ف يعني سالت انه شو المطلوب بهذا العمل فحكت لي، فانا كنت يعني كانت استجابتي سريعه جدا للعمل وكان محتاج وقت قصير للعرض يعني. اشتغلته مباشره من اول عمل هي ابدت اعجابها كثير بالشغل، فانا كان في شيء جديد بالنسبه لي مختلف، لكن ما كان بصعوبه كثير اشتغلته يعني. بعدها يعني اشتغلت مسرح عمل ثاني بالمسرح، بس من بعدها اشتغلت ازياء لفيلم سينمائي 7:15 مساء رامي نضال اخراج، حاز على مشاركات كثير بمهرجانات عربيه وعالميه وحصل على جوائز كمان يعني، فكان هدول تجارب مختلفه لهون الازياء المسرحيه عن عالم السينما كمان فيها فكر ورؤيه اخرى يعني. طبعا في اختلاف لكن يعني في شيء مشترك يعني بعض الاحيان، لانه الفيلم السينمائي كمان ما انه شيء تقليدي يعني ما انه كلاسيكي يعني. صحيح. نعم استاذ حياة كمان عندك مشاركات عديده ان كانت فرديه او جماعيه بمعارض عديده، خلينا نحكي عن المشاركات، خلينا نحكي يعني بالمجمل قديش اليوم رده فعل الناس للفن يلي بنحس فيه شوي العالم هيك بعدت، لانه في عنا امور حياتيه صعبه عم نعيشها الى اولويه، ولكن كمان الفن هيك بينعش الروح بينعشنا شوي. اليوم قديش مهم بمعارضنا نحاكي الواقع، نحاكي الناس، نحاكي الشارع السوري ايضا. انا يعني بتمنى انه الشارع السوري كله يحضر فن، لانه الفن بيعمل سعاده كمان يعني. يعني رغم كل هاي الظروف في احيانا يعني في معاناه احيانا خاص حاليا لانه يروح يحضر معرض، بس لكن ما انه صعب يعني. فهو حاجه يعني حاجه للانسان انه يروح يحضر معرض يشوف هذا الشيء هاي اللوحه الجماليه، بس نحن للاسف ما عندنا ثقافه فنيه، عندنا فقر بهذا الموضوع يعني. فيا ريت نحن بالفعل حتى نحرض على هي انه واحد ياخذ ابنه ويروح يحضر معرض يحكي شيء عن اللوحه، مش مطلوب يعني ثقافي، هي شيء فطري يعني. واي الناس بتخاف احيانا من تفسير العمل او انه ما عندي قدره على تفسير هذا العمل، تفسير هو شيء فطري يعني، هو تفسير لذواتنا يعني. فهو اي تفسير ما انه خاطئ، هو اي تفسير لاي عمل فني مقبول حتى لو كان مختلف عن تفسير الفنان نفسه يعني. صحيح. انا بالفعل بتمنى كل الناس تروح تحضر معارض يعني، هو عمليا غذاء بصري يعني. صحيح. ويمكن رغم كل الظروف القاسيه اللي مرينا فيها حاله الفن يمكن ما توقفت، وهلا عم ترجع من جديد، عم يكون في تجارب فنية كتير جميلة. خلينا نحكي بعض معرض خيط، شو عم تحضري، شو حابة تعملي، في مشاريع قادمة ولا للعام القادم هي في تحضيرات أخرى؟ خيط كان معرضي الفردي الأول، لكن بديت طبعا بتحضير أعمال جديدة على بحجم أكبر بس نفس الخامة يعني، لكن كمان في تكنيك جديد، أفكار جديدة يعني هيك ان شاء الله يعني. يعني اكيد هو مش قريب جدا لانه هذا العمل بالنسبه لي هو عمل مضني يعني بيحتاج وقت كثير. قد ايه اخذ منك وقت معرض خيط؟ يعني تقريبا حوالي سنه ونص. اشتغلنا كنت اشتغل يوميا حوالي 10 ساعات يعني. هذا العمل يعني هو بحد ذاته هو مغامره، لانه كان ما كان في اي شيء مسبق او تفكير مسبق لاي عمل يعني. انا كنت فوت على المرسم فاتي باتجاه المجهول يعني، لكن كان العقل الباطني هو اللي يقودني بكيف لون الخيط ولا وين بدي احط هاي القطبه وين بدي شيء هيك يعني.
تمام. يعني ست حياة، قبل ما نختم مع حضرتك اليوم، حضرتك يعني مشبكة مع بالتدريس، مشبكة بالفن، بإعادة التدوير، بالملابس أو الأزياء المسرحية، المسرح المدرسي، ست حياة وين بتلاقي حالها أكثر؟ أي خط بأقرب لقلبك؟ و يعني وبعدين أي هيك رح تختصي بمكان واحد أو لا رح تضلي يعني بين كل الأنواع الفنون يلي اخترتيها؟ أنا كنت بالبداية بالتدريس، وكنت فت بمحبة كتير كبيرة على التدريس، تركت التدريس رحت على المسرح المدرسي كمان فت بمحبة أكبر، وحسيت إنه هذا المكان منحني أشياء أكثر وأحلى. تركت المسرح المدرسي وحاليا تفرغت فقط بإقامة المعارض. يعني أنا لقيت حالي أكثر هون بهذا العمل وبهذا الشغل، يعني فما بعرف بعدين شو بصير، بس حاليا أنا هون. تمام، إن شاء الله موفقة يا رب بكل خطواتك. بدنا نتشكرك كثير. شكرا كثير لك، شرفتينا. شكرا كثير لكم. أكيد نتشكرك الفنانة التشكيلية الجميلة حياة صقر على وجودك معنا. إن شاء الله يا رب كمان نشوف بالأيام القادمة وبالمستقبل لك معارض فردية أخرى. شكرا كثير لك. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا كثير لكم.